السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. وفيديو جديد إن شاء الله اليوم غادي نشارك معكم فيه واحد المجموعة من التحضيرات، وكذلك غادي ننظم معكم الثلاجة ديالي نزولا عن طلب الأخوات اللي بغاو منظمات الثلاجة هكذا كيفاش يستفوها مزيان، وكذلك مجموعة من التحضيرات اللي كتعاوننا في وسط الأسبوع باش نقصوا علينا التعب وكذلك نقتصدوا حتى في المصروف. فيلا نبداو على بركة الله، كنتمنى الفيديو يعجبكم وفرجة ممتعة. وغادي نبدا اول حاجه بالتنظيف ديال الثلاجه. فكنحتاج هاد لي طابليت هادو اولا الجيل ديال الغساله ديال الاواني، لانه فعلا كيعطي واحد النظافه زوينه، كيلمع الزاج ديال الثلاجه وفي نفس الوقت ما كيخليش الرغوه بزاف. فتجنبوا جافيل في التنظيف ديال الثلاجه لانه كيخليها تصفى. بالتجربه صراحه، لان انا من قبل الثلاجه القديمه ديالي كنت دائما كنمسحها بجافيل وفعلا كطاشه ليا بالصفوريه في الجناب. بالنسبه للثلاجه فخويتها كامله، وهاد الدرج هذا مفرشه فيه، كنت مفرشه فيه هذاك الورق النشاف او الورق المطبخ. غادي نزول هاد المنظمات هادو وغادي تشوفوا معايا كيفاش كيحافظ على المجر، كيبقى نقي يعني كيختصر عليكم شويه ديال التعب، باش هكا المجر يعني ديال الخضر سورتو كيتوسخ بالزربه. فهانتوما شوفوا ما شاء الله كيفاش بقى نقي، يعني خصاتو غير مسحه خفيفه وغادي يرجع كيشعل. هنايا غادي ندوز نمسح هاد لي طاجير هادو. الا كنتو كديروا هاد الروتين هذا بواحد الطريقه اللي تكون منتظمه، يعني مره على الاقل في الاسبوع، راه الثلاجه ما عمرها غادي توصل لشي مرحله اللي هي يعني مسخه بزاف. يعني يكفي انكم تمسحوها راه كترجع كتشعل. وهذاك الجيل انا استعملت الجيل، ممكن تستعملوا الطابليت، ممكن تستعملوا حتى الجيل ديال الغساله ديال الملابس، حتى هو كينظفها وكيخلي فيها واحد الريحه اللي هي زوينه صراحه، كيزول دوك الروائح كاملين اللي كيكونوا في الثلاجه. صافي، من بعد غادي ندوز عليها بالورق النشاف مع شويه ديال الخل باش تزول ديك الرغوه اللي كتكون رغوه هي خفيفه صراحه، ولكن كنشف مزيان باش ما يبقاوش ليا النقيطات اولا دوك الدموع ديال القطرات ديال الماء. صافي، هنايا الدرج دوزت عليه مسحه خفيفه بالخل، ديجا هو كان نقي. صافي، وغادي نرجع باش نستفي الخضره ديالي. ضروري من هذه المرحله هذه ديال الورق ديال المطبخ باش هكذا تبقى نقيه لمده اطول. كنفرشو هنايا في الدرج. صافي، والثلاجه ديالي ها هي صبحات كتشعل. فانا جبت قضيه ديال الاسبوع، خضار فواكه، داكشي اللي غنحتاج في الاسبوع فقط، وغادي نبدا ننظمهم. بالنسبه للبصله والبطاطا فكنديرهم في هاد الشبيكات هادو اللي كنت ديجا خديت من المرجان، زوينين صراحه، كبارين وعمليين. غسلتهم طبعا وغادي نفرش فيهم حتى هما الورق النشاف او الورق المطبخ باش هكذا نقصوا علينا على الاقل الحاجه كتبقى نقيه مده طويله. وفي نفس الوقت راه كيخلي حتى الخضره تبقى مزيانه، يعني كينقص داك الرطوبه اللي كتكون. غنستفي هنايا البطاطا والبصله، هادو ما كنحطهمش في الثلاجه، يعني كنحطهم غير في المطبخ هكايا في واحد المنظم اللي كنت ديجا شاركت معكم اللي خديتو. هاد المنظم هذا من بريكوما، عندهم الغطيان ديالهم عمليين بزاف صراحه. هذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجيو. بالنسبه للخضره فغادي نحتفظ بها في الساشيات، ما غاديش نغسلها لانني مع التجربه صراحه لقيت بانه الخضره الا تغسلت بحال الا كتخسر بسرعه. اللهم نخليوها هكذاك حتى الوقيته اللي نبغيوها، وكنجبدوا القياس اللي بغينا كنغسلوه ديك الساعات. صافي، هي كل حاجه غادي نعزلها في بلاستيكه بوحديتها. هاد البلاستيكات هادو اللي كيتفتحوا وكيتسدوا زوينين عمليين وكيصبروا، لان حتى البلاستيك ديالهم قاصح، يعني كتصبر تفتحوها وتسدوها كيف ما بغيتو. بالنسبه لهاد الدرج هذا ديال الخضره كيجي هكا كبير، ضروري ما ديروا فيه شي منظمات. انا هاد المنظمات هادو ما صدقوش ليا بصراحه، ضعافين ودغيا دغيا كيتهرسوا كما شفتوا. هادي راه تهرست من الجن، هادي كذلك تشقات من هاد البلاصه هادي، فماشي عمليين يعني ماشي صحاح، ولكن المهم كيقضوا الغرض حتى نلقى شي حاجه اللي هي صحيحه. حيت هاد الدرج هذا كيجي كبير، ضروري ما يتقسم باش هكذا يهز لكم اكبر كميه من الخضر. صافي، درت كلشي. بالنسبه للمطيشه ما كدارش في البلاستيك لانها كتخسر، كتبقى هكذاك عريانه. صافي، هنايا الخص حتى هو لفيتو بالسلوفان ودرتو حتى هو في المجر.
بالنسبه للفواكه غنديرهم حتى هما في هذه المنظمه هذه، وغادي نديرهم غير في الفوق. رديت المجوره البليصات ديالهم وستفت الفواكه الفوق. وهاد لي بواط هادو صراحه زوينين، هكذا دير فيهم فواكه جافه بقايا ديال الاكل، مهم كيحافظوا على الحاجه. وهذا هو الشكل ديال الثلاجه ديالي من بعد ما نظمتها ونظفتها طبعا. وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشارك معكم الطريقه ديالي في التنظيم ديال المجمد. بالنسبه للنعناع باش يبقى حتى هو مزيان مده اطول، ضروري ما يتنقى، لان كيكون فيه بعض المرات شي ورق اللي هما ما مزيانينش اولا شي اعشاب ضاره، فضروري يتنقى ما يتغسلش غير يتنقى صافي. كنفرش ليه الورق بحال هذا الشكل اولا منديل، من الافضل الا كان منديل احسن يكون شويه مبلل، وكتلفوه بهذه الطريقه وديروه حتى هو في البلاستيك وزمتوه، راه كيبقى 10 ايام حتى ل 15 يوم ما كيخسر ما حتى شي حاجه. بالنسبه للثومه وليت كنوضعها صراحه في الثلاجه باش كتبقى مزيانه، برا دغيا دغيا كتخسر. صافي غنزول لها داك القلب وغادي نديرها في بواطه اللي حتى هي فرشت ليها الورق، باش هكا الا كانت شي رطوبه كتمتصها، وغادي نديرها حتى هي في الثلاجه. بالنسبه للبنان خديت من واحد الكميه وغادي نديرها في المجمد على حسب العصير. بعض المرات كنحتاج البنان وما تيكونش عندي على قبل العصير، كننقيه وكنغلفوه بالبلاستيك كيبقى كما هو، ما كيكحل ما حتى شي حاجه، يعني كيبقى هكذا ابيض. استعملوا العصير يعني كيبقى متوفر عندكم. بالنسبه للفليو لقيته موجود وانا من عشاق ديال الفليو، خديت منه واحد 4 ديال الربيطات وغادي نيبسو. صافي خديت هنايا الربيطات ديالي غادي نقيهم مزيان مزيان وغادي نغسلو لانه كيجي عامر بالغبره. من بعد غادي نديرو فشي منديل نشفو مزيان وغادي نخليه يتيبس غير في الظل، حطو هكذا فشي بلاصه فوق الثلاجه اولا فشي مكان اللي تكون فيه التهويه ونخليه يبس، على خاطرو راه كيبس كيبقى اللون ديالو مزيان وتستعملوه على طول العام. حاجه خديت الحامضه مغسوله مزيان وغادي نحك فيها القشره ديالها الخارجيه، غير ديك القشره الصفراء بلا ما نوصل للقشره البيضاء. غادي نضيف السكر 4 ديال المعالق، غادي نخدم هاد القشور مع السكر كيعطي واحد الكو زوين، كيخرج داك النوغو ديال الحامض كيولي يعني مركز. من بعد غادي نضيف جوج ديال البيضات ما يكونوش في الثلاجه، غادي نحتاجو نص كاس ديال الزيت. رشه خفيفه ديال الملحه، غادي نضرب كلشي بالخلاط الكهربائي، ممكن تستعملوا غير الخلاط اليدوي. هنايا عصرت هذيك الحامضه عطاتني تقريبا هاد الكميه هذه، غادي نضيف عليها الباقي ديال الماء وغادي نضيفو على الخليط، غادي نكمل غير بالخلاط اليدوي. غادي نحتاج واحد الساشي ديال خميره الحلويات مع تقريبا جوج ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، غادي نغرب لهم بالغربال هكذايا وغادي نبدا نخلط في نفس الوقت. بالنسبه لكميه الدقيق راه كتبقى على حسب الخليط، ممكن تزيدوا او تنقصوا واحد شويه، الخليط ما كيجيش ثقيل بزاف، يعني غنوريكم القوام ديالو كيفاش كيجي في الاخير. هذا هو القوام ديالو، يعني كيجي الخليط شويه خفيف. غادي ناخذ التفاح، حتى التفاحه وحده اللي مغسوله مزيان ما غاديش نزول ليها القشره ديالها، غنحيد لها غير القلب. وغادي ندوزها في الموندولين اولا ممكن تقطعوها غير بسكيل، المهم تحصلوا على واحد الشرائح اللي يكونوا رقاقين ما امكن بهذا السمك هذا. ممكن كذلك حتى الا بغيتو تحكو التفاح في الحكاكه الغليظه حتى هي كتجي زوينه، ديروا داك التفاح من الفوق. انا هنايا درت غير هاد الشرائح هكذايا، غادي نضيف عليهم واحد شويه ديال عصير ديال الحامض باش ما يكحلوش طبعا، وحتى لو بو كيزيد واحد البنه هذاك العصير الحامض
صافي غادي ناخذ المول اللي غادي ندير فيه الكيك ديالي، غادي ندهنوه بهذه الخلطه العجيبه اللي صراحه كتعطي واحد النتيجه زوينه. الكيك ما كيجيش يعني شهب، وفي نفس الوقت كتهناو مدهن بالزيت وعاد رش الدقيق، فكدهنوا بهم بجوجهم مره واحده. بالنسبه للخلطه راه فيها غير الزيت مع الدقيق. صافي غادي نصب الخليط ديالي في المول، كما كتشوفوا الخليط راه ما ثقيلش بزاف باش كتجي ديك الكيكه مفشفشه وخفيفه. ناخذ التفاح غادي نبدا نستفو بهذه الطريقه هذه وحده وحده وحده، الطريقه المعروفه. وبالنسبه للوسط فغادي نستفهم بطريقه معاكسه هكذا دائريين، كيعطي واحد المنظر زوين بحال شي وريضه. وغادي نرش التفاح بواحد شويه ديال السكر الفاني، وغادي ندخلها للفران اللي بارد حتى كطيب وتحمر داك التفاح من الفوق. طبعا وجدت الخليط ديال البغرير خليته يرتاح شويه، وغادي نحضر البغرير ديالي غادي نطيبه. فضروري عندي من هاد التحضيرات هادو دائما في نهايه الاسبوع، غتلقاوني كنصاوب البغرير، بعض المرات كنصاوب بطبوط ومسمن. المهم هادو خاصهم ضروري يكونوا عندي على الاقل واحد جوج ديال الحاجات اولا ثلاثه عندي في المجمد. صافي البغرير ديالي ها هو بدا كيطيب، كما كتشوفوا كيجي مثقب، والبغرير راه ديجا شاركته معكم فيديو مستقل على الاسرار ديال البغرير باش يجيكم ناجح من التجربه الاولى. كيجي يعني يا سلام طيبته كامل، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي متقب وخفيف بزاف بزاف. وبالنسبه للناس اللي تيبغيو يحتفظوا بالبغرير وما تيبقاش لهم مزيان كيبدا كيتفرتت وبزاف الحوايج، فانا البغرير ديما كنديرو في المجمد كنجبدو كيبقى مزيان مزيان. الطريقه سهله، المهم هنا طيبته خليته حتى برد تماما. غادي ناخذ شويه ديال الزيت، زيت الزيتون بحال هكا، ناخذ شي بانسو وكنبدا كندهن ليه الوجه ديالو بالزيت الزيتون، غير واحد الدهنه خفيفه بحال هكا بحال هكا. دايو كندير وجه على وجه، كل بغريره تندير لها وجه على الاخرى، وتندير القياس اللي غادي نجبد مره واحده. يعني مثلا غادي نجبد 4 ولا 6 ولا غادي ندير، غادي نجمعو في بلاستيكه واحده. هاد الزيت كتحافظ عليه كتخليه كيبقى مزيان، انتما شوفوا ما شاء الله شوفوا التقابي. صافي كندير بحال هكا وكنجمعهم بلاستيك. بالنسبه للمقادير ديال الحرشه نخليهم لكم ان شاء الله مكتوبين في صندوق الوصف. صافي هنايا غادي نبدا نشكلها، وغادي نبدا نشكل في الحريشات ديالي. غادي نطيبهم طبعا في المقله الثقيله. العافيه دائما كتكون عافيه اللي هي مهيله باش كطيب لكم الحرشه ديالكم من الداخل. بالنسبه للحرشه راه كتحتفظوا بها في المجمد، ما كيبقى عليها والو، كتبقى مزيانه. تقدروا ديروا كميه كبيره وتحطوها في المجمد وقت ما بغيتوها كتسخنوها، وهكذا كتكون متوفره عندكم بلا ما تبقاو كل مره يعني تشريو من الزنقه. هاد الحويجات هادو دائما يكون عندكم في المجمد، كينفعوا الصراحه ضيف الغفله اولا البوتي ديال المدرسه بحال هكا، وكنديرها في المجمد كتبقى مزيانه. ملي كنبغيها كنجبد مثلا وحيده وكنديرها في اله البانيني اولا في القلايه الهوائيه، اون فوا غير كتسخن صافي راه كترجع كما يعني كانت، وهكذا كيكون عندي هاد الحويجات واجدين. الكيكه ديالي من بعد ما طابت وتحمرات خرجتها خليتها حتى تدفى شويه، وغادي ندهنها بشويه ديال العسل اولا الكونفيتور اولا الناباج اللي متوفر عندكم باش كيبقى داك التفاح اللون ديالو زوين. غادي نقطعها وغادي نديرها في بواطه حتى هي ونديرها في المجمد حتى هي ما كيبقى لها حتى شي حاجه، تفطروا بها ديروا بها الكوتي. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، خليتكم على خير، بسلام عليكم.